اليوم بدنا نتابع سير العمل في مجسر أبي تمام موصل جديدة. إن شاء الله المجسرات هذه من يوم غد راح تنزل الآليات، آليات التبليط، وإن شاء الله خلال أيام راح يتم تبليط المجسر أبي تمام موصل جديدة، وبذلك نفتح الحركة على هذه المجسرات بين شمال العراق خاصة وبين بغداد والمحافظات الجنوبية. راح يأثر كثيرا على الحركة داخل المدينة، راح يسهل لنا الحركة بشكل كبير جدا. نثمن جهود الشركة اللي تشتغل على المجسرات، نتمنى لهم التوفيق ونشحذ هممهم أيضا على الممرات الأرضية إن شاء الله بأقرب وقت.